طقوس وروحانيات الشهر الفضيل بذكرياته وتفاصيله الجميلة، رمضان ما بين الماضي والحاضر مع الشيخ خليفة المهيرات. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أقدم أجمل التهاني إلى جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله ابن الحسين وولي عهده المحبوب في هذه المناسبة العطرة الطيبة، وأهنئ كافة أهلي وأحبائي الأردنيين والأمة الإسلامية والعربية في هذه المناسبة، وأتمنى لهم إن شاء الله يكون رمضان يمر بأمن وسلام واطمئنان وراحة نفسية على الأمة الإسلامية. حبيبي، بالنسبة لشهر رمضان، عادة بالأيام القديمة اللي أنا عاصرتها حقيقة مراحل، ثلاث مراحل مرت علينا في رمضان، ما قبل الثلاثينات وما بعد الثلاثينات. ما قبل الثلاثينات أو ما حول الثلاثينات كان رمضان حقيقة مراحل في قرى بسيطة كنا نسكن، وفي الأرياف نسكن في بيوت الشعر. كنا المرحلة اللي كنا فيها ببيوت الشعر سابقا كانت المجموعة اللي يجي عندها شهر رمضان بالفترة اللي يعرفوا رمضان هل عليهم على طول يحصدوا أو يدرسوا أو أي فصل عندهم من فصول الزراعة والعمل يحاولوا إنجازه بسرعة، ومن ثم يتجمعوا حول بيت الوجيه أو كبير العائلة ويسكنوا حول بعضهم، ومن ثم يستعدوا إلى شهر رمضان حتى يكون عليهم جمعة عائلية يعتزوا ويفتخروا بيكون عندهم يعني طقوس خاصة للاحتفال بشهر رمضان. الطقوس اللي كنا نعتمدها ونعتبرها من الأساسيات في شهر رمضان كانت الأمور، أول شيء رابطة العائلة مع بعض، كانت العائلات رابطتها كثير ممتازة، وكان صلة الرحم ممتازة، كانوا يجوا عند بعضهم ولما يجوا بدهم يفطروا كان كل واحد يجي من بيته حامل صحن الأكل من عنده وخبزاته معاه، وبيجي إلى بيت كبير العائلة ويقعدوا مع بعض ويحطوا سفرة، وكل واحد جاب من بيته الطعام وصير تشكيلة من الطعام، وكان عندهم تقويم الهاشمي كانوا يعتمدوا عليه، كانوا يقولوا رمضان يجي بتوقيت الساعة كذا المغرب، العشاء هالقدي، السحور و نقول الفجر هالقدي، ومن ثم الظهر وتوقيت رمضان كلها موقوتة في هذه التوقيت اللي كانوا يعتمدون. كانوا يعتمدوا على شيخ دين، بيجيبوا عندهم شيخ دين بالعائلة وخلوا شيخ الدين يأذن فيهم، والأذان طبعا المغرب وقيم الصلاة طيلة الفترة الزمنية لشهر رمضان، وبالتالي بالليل يقعدوا بيسهروا بعد ما يفطروا بيسهروا وبناقشوا الأمور الحياتية اللي عندهم، وممكن يناقشوا الأمور الدينية، والشيخ اللي عندهم يحكي لهم حكايات كثيرة طيبة عن تاريخ الأمة الإسلامية أو بطولات الإسلام أو فتوحات الإسلامية أو ما يتعلق بشؤون الدين والعقيدة، يوضحوا لهم بعض المواقف اللي ممكن يحتاجوها في شهر رمضان وغير شهر رمضان. نتأمل إن شاء الله يكون في اقتصاد للمستقبل، والناس تفكر في رمضان بأنه صوم وصلاة وعبادة لا أكل، الأكل خفيف بيكون ضمن الأصول، وهذا اللي احنا نفكر به. السلام عليكم. في الختام أتمنى لكم أيام مليئة بالسكينة والسرور والفرح، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.